فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قضينا رمضان في المدينة النبوية، وبعض طلبة العلم منعوا الإخوة من أن يصلوا أكثر من 13 ركعة، أي التراويح والقيام في الليلة نفسها، ومنعوهم أيضا أن يؤدوا دعاء القنوت لأنهم يقولون إن فيه شيء من البدعة. يقول: هل إنكارهم هذا صحيح؟ يا أخوان، الإنسان إذا كان يرى شيء هو يفعله في نفسه ولا ينكر على الناس، هم يعملون ما يرون أنه سنة وأنت تعمل ما ترى أنه سنة، فلا تنكر على الناس، ربما يكونون هم أصوب منك وأحسن منك. والاجتماع وجمع الكلمة لا شك أنه واجب، والاختلاف كونهم يفارقون الإمام يقولون أنه مبتدع، أنه يزيد على 13 ركعة والزيادة بدعة، من قال هذا؟ من قال أن الزيادة بدعة؟ إذن يكون الخلفاء الراشدون والمهاجرون والأنصار مبتدعة، لأنهم صلوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، صلوها 23 ركعة، إذن يكونوا مبتدعة عندكم، نسأل الله العافية. الإنسان إذا كان يرى شيء ما يفرضه على الناس إلا إذا كان عنده دليل واضح في صوابه وخطأ الآخرين. أما مسائل الاجتهاد ومسائل هذه، الناس الإنسان يعمله في نفسه ما يترجح عنده، ولكن لا يفرض على الناس وينكر عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.